مريم، t'es prête pour l'école؟ Ah bah ça va. T'as tout ici. Il faut juste mettre. T'es trop belle comme ça. Regarde-moi. Mets tes chaussures d'abord. T'es prête? السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم عندي رفيسة، قلت علاش لا ما شاركاش مع البنات. انا هنا البنات درت الفخيده ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا، درت عليهم العطريه، درت سكينجبير، درت البزار، درت الخرقوم البلدي، درت الثومه هكا قطعتها غليظه ماشي مشكل تحك ولا هذا، درت الملحه، درت البزار راني قلتو، ودرت القزبر حبوب، القزبر مطحون البنات. صافي هنا غادي نشعل عليها ودرت الزيت بطبيعة الحال. هنا غادي نزيد عليها شوية الماء صافي غير قياس باش تقلى ليا هنا البنات من بعد ما تقلى ليا الدجاج مع ديك النص ديال البصيله، هنا غنزيد عليه بصله ونص هكا مقطعه باش نحضر وهنا البنات غادي نزيد هنا كاين عندي الحلبه والعدس مخلطين بجوج نقيتهم وغسلتهم